صرت هيدي القصة، أنا نازل لجيب أغراض من الدكتور. هون كنتوا نقلتوا أنتوا على تشاور؟ نعم. إجت أختي قالت لي بدي أنزل جيب أغراض وتوصلني عند خيك. نعم. خي بعيد عني، يعني كل مشوارنا بده 5 دقايق وبصير بالبيت أنا. شو صار؟ عم جيب الأغراض، قلت لها لأختي بس جيبي لي قداحة من الدكان. عم تمرق سيارة محمود نعيم وفيها محمود شاهين معه مرسيدس حمراء. طلعت هيك أنا بدي أهرب منهم لأن عارف شو بدهم يعملوا، لأنه فيني عارف بده يقتلوك؟ أنا عارف قواص قواص. عم بيجي زمطت، أنا ما معي سلاح لأن زمطت منهم، بدي أطلع على البيت في سيارة تحت البناية تاني فيها عمر وعلي شاهين، 5 تضرب قوصوا علي. عمين؟ علي لألي. وما صابوك؟ ما صابوني. نعم. بيجي بيحط الصبي وبيقتله، لا بدي احرق قلب خيي. كان خالد معك؟ كنت معي ايه بالمستيك ايه، واختي معي. اختي مرجع على ابنك اوص علي. ما صابك؟ ما صابني، صرت تحت البناية. نعم. انت هربت وتركت ابنك؟ انا زحت عن ابني، زحت عن ابني لحتى ما ينقذ، ما يجي الرصاص فيه، يكون نعم. بعيد عن الرصاص. نعم. بيطرق ابني بيقول له بدي احرق قلب خيي، طق طرق ابني. بلحظتها توفى خالد. توفى دغري بقلبه الرصاص. كنت فوق بالبيت. دغري اول ما سمعت صوت الرصاص فتحت الباب دغري ونزلت. حسك قلبك دغري دغري عرفت، بس انا كان احساسي لانه هن شاطرين بالغدر، كان احساسي انه بدهم يقتلوا جوزي، ما دار بحساب انه يقتلوا لي ابني عمره 5 سنين. يعني هاي كنت اخر شيء بتوقعوا منهم. نعم. شو عملتوا هون؟ نزلت لتحت صراحه لقيت ابني بحضن عمته وميت، فت عم بدور وين الرصاصه جايته، الدم من تمه ومن مناخيره، من مناخيره نازلين، عم دور الرصاصه وين. كنت ملبسيته كنزه بسحاب، فتحتها لقيتها بقلبه. الله يحرق قلبه مثل ما حرقوا لي قلبي. الله لا يسامحهم على عملتهم، جريمه ما كنت بتوقعها منهم جد. والبي هو المحرض الاساسي، البي الجد، البي يعني المحرض. نعم هو المحرض. هو اعترف فيها بعبده. يعني الله يرحمه خالد، طبعا هيدا مصاب كثير كبير وأليم. سعاد انت عندك بنتين صح. فرح وقمر، شو بتخبريهن عن خالد لما يسالوك وينه خالد؟ قمر صغيره، فرح بتسالني عن خالد. يعني بتسالني الصبح بتسالني بالليل. شو بتقولي لهم؟ ما حابه احكي هيك هيك جريمه، ما بحب احكيها لاولادي، ما عم بقدر اتقبلها انا على نفسي. ما قلب الأم يعني بيولع، ما في شيء بيوصف لوعة الأم بفقدان ابنها. شو بدك اليوم؟ يعني ليه أنتوا طالعين اليوم بدنا القضاء بفوق 18 ونحن منعتبر هيدا المنبر هو منبر أي إنسان مظلوم؟ بدي القضاء. ودايما لك القصة في قصة تانية، طبعا حق الرد مكفول، ولكن في جريمة صارت وما سمعنا بتفاصيلها إلا اليوم عم نسمعها على شاشة التلفزيون، وايضا في قاتل وفي طفل انقتل. كيف صار التعاطي مع هيك جريمه؟ هيدا السؤال. شو المطلوب؟ أنا شو بدي الدولة، شو بتطالبوا فيه؟ انا بدي الدوله تاخذ لي حق ابني. نعم. انا ماني بتهدأ، ماني ما بدي احط دم برقبتي.